بشكل رسمي استلمت المنصب 1/8. نعم. من 1/8 إلى حد هذه اللحظة، شنو المشاريع اللي انطيتها أهمية في عملك؟ تفضل. طبعاً المشاريع اللي انطيناها أكثر أهمية هي تبليط الشارع الرئيسي لناحية الزوية بطول 5 كيلومتر. نعم. عرض 15 متر الصافي تبليط ويا الجوانب الصافي 12 متر. نعم. وكل جانب البيهارتون كل جانب متر ونص. هذا توسعة. هذا توسعة طبعا. توسعة الطريق الرئيسي هذا يعتبر. هذا طريق رئيسي. من يمتد؟ يمتد من السيطرة الشمالية إلى نهاية القرية اللي نهاية نهر دجلة. زين أكو طريقة أنا سمعت إنه على أساس زين فتح حتى على بغداد، أكو هيجي خطة؟ هذا طريق طريق زوية قضاء الشرقاط. نعم. طريق ثاني قضاء الشرقاط. يعني من الزوية لحد قضاء الشرقاط. قضاء الشرقاط. هذا شو وقت يشتغل هذا المشروع؟ هذا هسه بادي العمل به. بدأ العمل. إيش قد المهلة مالته تقريبا وتنتهي؟ والله يعني جزء أقل من شهرين. يعني طريق شهر. حيوي. طريق حيوي. راح يسهل على المواطنين. نعم أكيد هو قبل. نعم. موجود. بس بأثناء عمليات داعش والترك شو اسمه ونصب بعبوات. نعم. فتأثر الطريق. هسه تبلط رفعة الأنقاض اللي رفعة العبوات اللي موجودة. نعم. وصار طريق سالك. طريق. يعني تقريبا. نعم. نقدر نقول في الشهرين ثلاثة يكمل. إن شاء الله. بشكل كامل. إن شاء الله. تمام. هذا الدعم ما تم من قبل يعني مجلس المحافظة لو من صندوق الإعمار. لا هذا من المحافظة. من المحافظة. إيش قد تقريبا خصصوا لهذا المشروع؟ والله ما أعرف بالضبط يعني المبلغ. بس يعني أنت مو عضو باللجنة؟ لا مو عضو باللجنة. لا أنا مثل ما قلت إن استلام جديد. نعم. بس مفروض هم يخلوك باللجنة. لحد الآن ما يعني طلعت على التفاصيل هذا يعني حيثيات المشروع.